السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، أرحب بكم مجددا على القناة. اليوم سوف أقدم لكم علاج لمشكلة جلدية ألا وهو الجرب. هذه المشكلة يعاني منها الأطفال ومشكلة منتشرة تصيب الجلد وطفح جلد. إن شاء الله سأقدم لكم وصفة فعالة جدا في هذا الموضوع، تابعوني بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذن أعزائي المشاهدين والمتابعين، لدينا اليوم مكونات تستعمل في علاج مشكلة الجرب، وهذه المشكلة يعني علاجها قوي وفعالة جدا، تستعمل للأطفال. بداية، هذا الجرب هو مرض يتميز بظهور حكة شديدة مع ظهور أيضا طفح، تسبب مجموعة من الطفيليات على الجلد. لذلك أقدمنا لكم اليوم ومكونات بسيطة وسهلة جدا، ألا وهي الكبريت، وسنستعمل مع الكبريت زيت الكبريت. هذا الكبريت مطحون، يمكن أيضا أن نستعمل كبريت بهذا الشكل، نقوم بطحنه ليصبح بهذا الشكل، تمام؟ سنأخذ منه يعني تقريبا ملعقة صغيرة، نضيف عليها جزء من زيت الزيتون، ممكن أن نضيف زيت الصبار إلى بدل من زيت الزيتون، يعني ممكن أن نستعمل زيت الزيتون أو ممكن نستعمل زيت الصبار. هذه المشكلة طبعا الجرب ممكن يظهر لجميع الأشخاص، ممكن للكبار للصغار، لكن عادة ما يصيب الصغار بسبب استعمالهم للملابس معا أو قلة النظافة، تمام؟ أنصحكم باستعمال هذه الوصفة لأنها ممتازة جدا، وكمان الكبريت بيحتوي المراهم تاعت الحروق والاشياء هذه تحتوي على كميه من الكبريت، لذلك هو يستعمل في الحروق ويستعمل في مشاكل الطفح الجلدي، لانه يقضي تماما على الفطري على الطفيليات والبكتيريا المسببه للجرب وغيرها. خلينا نطبق الطريقه ونطبق الوصفه عشان تكون الامور بشكل جيد. راح ناخذ جزء من هذه الكبريت المطحون، زي ما انتم شايفين راح ناخذ بمقدار ملعقتين صغار، وراح ناخذ يعني بمقدار قليل من زيت الزيتون، وممكن نستعمل زيت الصبار زي ما قلنا. لازم تكون بهذا الشكل، يعني لا هي طريه كثير سائله ولا تكون صلبه، لازم تكون يعني انه نقدر نستعملها بفرشاة وننظف، يعني نفرش بالفرشاة على مكان الجلد، تمام؟ بهذا الشكل. هذه هي الوصفة لمشاكل طفح الجلد. طبعا نقوم بفردها مرة واحدة على الأقل يوميا على المنطقة التي فيها الطفح أو المنطقة التي فيها الجرب. نستعملها بشكل يومي حتى نتخلص من هذه المشكلة مع الأيام، يعني إن شاء الله في خلال غضون 3-4 أيام بتكون المشكلة اختفت تماما هذه الطفح. إذا عجبكم أخوتي وأخواتي هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وأيضا تضغطوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع، وأيضا متابعة تعليقاتكم بأي وصفات جديدة، وإلى اللقاء.